هذا المنتوجات اللي عندنا جيت هنا عندنا العروض كاين زيت زيت ارغان كاين العسل وكاين العروض وكاين امور منتجات اخرى. هو القصه انا من الصغر ديالي وانا في التجاره ماشي تخرجت يعني كانت مرافقه للقران كنت نقرا القران وكنقرا في المدرسه وفي اوقات الفراغ كنت نمارس التجاره فكنت خدام في الفراشه كنت خدام في سوق الحد كنت كنبيع التفرتيت كنت كنخدم في تشواط الدريوسه جميع الميالي كيدوزوا لي الدرب دوزناهم في الطفوله ديالنا. لكن بعد ما تخرجت من المدينه المنوره وخديت اجازه في القراءات العشر جيت للمغرب وكان صعيب عليا شويه انني نخدم وظيفه لان وظيفه كانت ثقيله عليا شويه وما كانش كتجي معايا جربت ولكن ما كنت فاشل في مجال الوظيفه. لذلك قررت انني نخدم في هذا الدومين ديال املو والعسل وارغان. هو في الاول بديت عشوائي بديت كما كيبداو جميع الناس قراعي ديال ميكا وكندور لهم السكوتش وماكيله سميه لا والو. لكن بعد المتابعين والاصدقاء ديالي والناس اللي قرب ليا كيقترحوا عليا مره يقولوا لي زيد تيكيتا مره يقولوا لي بدل هذا اللومبالاج بهذا اللومبالاج وكنت كنتشاور معاهم حتى اللوغو ديال الشركه الناس هما اللي اختاروا ليا كانوا عندي ثلاث الاقتراحات وحطيتهم لهم هما اختاروا لي هذا اللوغو هذا اللي كاين دابا. فالفضل بعد الله عز وجل كيرجع على الاصدقاء ديالي والعائله ديالي هما اللي كيوجهوني حتى وصلت لهذا المستوى هذا الحمد لله. وديما كيسولوني هذا السؤال هذا ولا بالعكس كينتقدوا عليا الانتقاد تيقول لك الا بغيتي تكون في التجاره ما تبقيش تستغل القران وتقرا القران. انا الناس باش يعرفوا عندي صفحه سميتها مول الفوقيه خاصه بالقراءه وخاصه بمواضيع اجتماعيه اللي كنناقش وكاينه صفحه ديال الدهن بيو ديال الشركه خاصه بالتجاره ما كنخلطش بيناتهم. لكن كيجيو عندي بعض الاحيان الناس للصفحه ديال التجاره وتيقولوا لي انت راه قارئ القران ما تستغلش الدين باش وانا كنتعجب واش ما نصليش ما نقرا القران باش نكون تاجر ما يمكنش. فانا انا كنقرا القران وحامل كتاب الله ووليدي متدينين والاسره ديالي متدينه وكنهضر على مواضيع دينيه وفي نفس الوقت انا تاجر ما يمكنش نطلب الناس نسعاهم يعطوني ما كاين اللي غينصفق عليا عندي اسره وعندي عندي اكراهات وعليا التزامات ماليه خاصني نأديها. لذلك درت هذا المقصد الرزق. العيب هو انني نقول لك الا خديتي عندي فلك الجنه. العيب هو نقول لك انك الا خديتي عندي فستغفر لك 50 خطيئه هذا هو العيب هذا هو تاجر دين. اما الا شريتي عندي وانا كنقرا القران راه ماشي مشكل. وقديما كانوا العلماء كانوا متعددين كتلقاه تاجر ولا صاحب ذهب ولا صنايعي ولا شي حاجه وكتلقاه عالم كتسمع النجار كتسمع الزجاج كتسمع بزاف ديال الالقاب ديال العلماء كانوا في التجاره ولا كانوا صنايعيه وكانوا مع ذلك علماء. والله الى اليوم طاحت لي هذه الفكره في راسي كنت بندير عليها فيديو والوظيفه والتجاره. فراه كل واحد ميسر لما خلق له. راه بزاف الناس انا كنعرفهم لا تليق لهم التجاره وبزاف الناس كنعرفهم ما تليقش لهم الوظيفه يعني لا يصلحوا في الوظيفه وبعض الناس لا يصلحوا في التجاره. غير انت شوف فاش كتخدم مزيان وفاش كترتاح وفاش كتعطي بزاف. الانسان اللي ما خدامش على راسو وكيحشم وما عندوش شخصيه قويه هذا راه في التجاره غيمشي ليها وغياكلوه وغينصبوا عليها. يفضل ليه هو انه يكون خلف الجدار ما يكونش في المواجهه. الا كان في التجاره يكونوا قدامه ناس ثقات وامناء باش انه يتواجهوا لان السوق صعيب. بالناحيه ديال الرهان ديال التجاره هو على طول الزمان التجاره كاينه سواء في هذا العصر ولا العصر اللي قبل ولا العصر اللي غيجي غتبقى التجاره لانها حاجه اساسيه في الحياه. غير هو في هذا الزمن هذا حنا كنشوفوا الحرفه اللي بقات تتقلل ولا تتقلل. التجار اليوم حرفيه اللي عندهم اصول ديال التجاره واللي عندهم الكلمه واللي عندهم عقول هما اللي قللوا. فكنشوفوا الناس كيتشكاو بزاف من التجار خصوصا التجاره الالكترونيه. انا في التجاره حاولت نخدم على حاجه اكبر من هذه المساله هذه هو استعاده الثقه في التجاره الالكترونيه. هذه المساله اللي كنركز عليها انا بحيث انني الحمد لله الى يومنا هذا صفر مشكل. ما كاين ولا زبون يجي عندنا ولا يجي للتعليقات ولا يجي للرسائل ولا يمشي يشكي يقول بان عندي مشكل مع هاد الناس. اي مشكل كيما كان الحمد لله كنحلوه لان ما الحمد لله ما كاينش المشكل. حنا خدامين بالصفا خدامين بالنيه كنخدموا سلعه نقيه وكنخدموا الحمد لله اونبلاج نقي والمعامله كنركزوا عليها بالتفصيل. المعامله خاص تكون طيبه مع الزبناء حتى لو كان شي خطا وقع والزبناء غلط تنقول لي انت كيف نرضيك. ديما السؤال غيسمعوا من الزبون ديالنا انت وقع لك شي مشكل ولا كعيتي ولا تقلقتي ولا وقع لك شي حاجه كيف نرضيك. باش اشنو هو المطلوب منا دابا؟ واش نردوا لك فلوسك؟ نردوهم لك. نرجعوا السلعه من عندك؟ نرجعوا السلعه من عندك. اي حاجه الحمد لله في التجاره عندنا حنا ما عندناش فيها مشكل. علاش؟ حنا عندنا هم هو اننا نرجعوا ثقه التجاره الالكترونيه. اما الربح راه غيجيب الله. بحال هكاك حنا المنتوجات ديالنا من نهار بدينا لي فورنيس الموزعين اللي بدينا معاهم لا السيده اللي كتخدم ارغان واللوز ولا اللي كيخدم العسل. هاد المكونات اللي كنديرو من نهار بدينا الخل خل التفاح كتقاد امي الزعفران كناخذو من الارض ديال واحد الصديق ديالي في تاليوين. يعني هاد المنتجات هادو من نهار بدينا الى يومنا هذا نفس الموزعين مع من بدينا لان اول حاجه لقينا فيهم حنا الخير ولقينا التعامل ديالهم تعامل نقي. والمساله الثانيه الزبناء راضيين على هاد المنتوجات
فكيجيو عندي ناس يقول لك يعرضوا عليا السلع التعاونيات كيعرضوا لي السلع ديالهم وكنعتذر منهم. علاش؟ لانهم ماشي هما عندهم جوده رديئه مثلا، لا كاين تعاون عندهم جوده عاليه، ولكن هاد الناس اللي قلت فيهم الخير الا قال لي هاك شري عندي مثلا هذا المنتوج غنقول له داك السيد اللي خدام معاه انا اش نقول ليه الا بدلت، الا قال لي علاش بدلتيني اش نقول ليه؟ داكشي علاش دوك الناس اللي بديت معاهم باقي معاهم اليومين هذا مادام فيهم العيب راه الحمد لله باقي حنا معاهم، حنا اوفياء في التجاره. اللهم لك الحمد لك الشكر. اغلب الناس اللي معايا في الشركه يا اما عائلتي يا اما ابناء الحي، حنا قرابه 10 الان الحمد لله. من نهار بدينا عندهم نظام عندهم قانون هذا كيأثر العمل عاده. المساله الثانيه بيناتنا حنا ما بيناتناش بحال بالمدير والمشغل ديالو وبصام ودخل وكذا، لا اللي عنده غرض كيخرج يقضي الغرض ديالو بحال خدام في المحل ديالو. كلهم دابا الا جبتيهم تسولهم بواحد بواحد كلهم بحال خدامين في المشروع ديالهم. وانت حضرتي بالمناسبه لواحد الحفله صغيره درناها دابا لعبد الله اللي خدا البيرمي، والبارح خدا البيرمي ودرنا ليه حفله بحال هكا. كان معنا كذلك ايوب مقير دابا كاين في عمان ما شاء الله، خدام في وزاره الاوقاف في الديفلوبمون اللي قد نسيت ديالنا كان خدام معنا، فاش بغى يمشي درنا ليه حفله وتوادعنا بالدموع باش توادعنا. فالحمد لله لانهم اول حاجه انا قبل ما نضيف شي واحد معنا في الشركه خاصني نولوا نتشاور بزاف وتطمئن قلبي ونشوف انه يعطي اضافه للشركه، عاد كيجي معنا الحمد لله للشركه. وبدايه هذه السنه هذه 2024 حتى واحد فيهم ما يهضر معايا على الايجار، ولا من نهار بداو معايا ولا واحد فيهم ما تيهضر معايا على الايجار، كل واحد الاجره ديالو. بدايه الحمد لله السنه 2024 كلهم تزادت لهم في الاجره بلا ما يطلبوها مني ما والو. قلت لهم وقت ما تزيد الشركه لقدام وقت ما كيتزادوا المداخيل حتى نتوما كذلك غير تاخذوا حقكم من هذه المداخيل، وهذا الشيء اللي كاين. كما قلت لك حنا كاين واحد النظام عام يعني كيبقى غير بروتوكول الاوقات الحرجه، لكن عموما التسيير تيكون هما كيعرفوه. انا فاش كنجي دابا كندخل الشركه هما تيوروناش ندير بعض الاحيان، وكل واحد فينا كيكمل الاخر، ما كاينش كل واحد عنده مثلا عاده وكل واحد الدومين ديالو هذا هو المفروض، ولكن كل واحد فينا كيكمل الاخر. بعض الاحيان تيكون السيد اللي مكلف بلومبالاج وبالتيكيت عليه الضغط، والاخر اللي مكلف مثلا بداك اللي كيقطع البيو ولا شي حاجه مخفف موجد سلعه تيمشي كيعاونو. مثلا بعض الحين الدري مكلف بالنظافه عنده شي حاجه بيقضيها كيمشي كيجي واحد اخر منك كيتكلف بالنظافه. مثلا في لا ليفريزون حنا دابا كلنا كنليفريو، حنا الدراري كاين انا الحاج المكي محمد جمال عبد الله اشرف وكاينه سنه وامينه البنات. الدراري دابا حنا بيناتنا والحاج المكي كل واحد فيهم كيليفري. دابا شي حاجه هو ليفري قالك دابا راه مشى الدري ليفري قبل وبقى واحد الكوليه اتصل بشي زبون دابا ويقول الحاج المكي راه غنمشي ندي ديك الكوليه ليفريها، هو دابا خرج الحاج المكي ليفريها. كل واحد فينا كيكمل الاخر هكا غادي تسير، ما كاينش زعما شي نظام ولا اوامر ولا شي حاجه، كل واحد فينا كيكمل الاخر كيشوف العمل اللي عليه. حيت دابا الحمد لله ربع سنين حنا خدامين ولا كل واحد فينا كيعرف العمل ديالو بلا ما نقولها ليه. انا كنكون في العمره 15 يوم ولا شهر ولا شهر ونص انا برا المغرب والحمد لله العمل غادي. علاش؟ لان كل واحد كيعرف العمل اللي عليه. مازال ما كاينش النجاح الله بادين. شو اشنو هو المعيار ديال النجاح؟ الحمد لله انا ما نقول لك راه ما كاين والو، بدينا بصفر الحمد لله دابا وصلنا واحد العدد ممكن. انا شنو هو النجاح بالنسبه ليا؟ هو ان هاد الناس اللي خدامين معايا يكون عندهم واحد الدخل عوض انه يكون مثلا جالس في الدرب ولا غادي ما عندوش وظيفه ولا انه يكون يلقى واحد مصدر رزق. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو انني نرجع لاعتبار لواحد مثلا دابا حنا كنشوفوا التجاره الالكترونيه وكنشوفوا هذا المستوى ديال الرديء في المغرب وكنشوفوا الناس كيعايروا التجاره الالكترونيه وكذا، ان نرد الاعتبار هذا كنعتبره انا نجاح. لكن الفلوس كاين ناس عندهم كثار من هاد الفلوس اللي كنروجو حنا وما مرتاحينش، وكاين ناس عندهم قل من الفلوس اللي عندنا حنا وفرحانين ونشطين. يعني المعيار عندي انا هو نشوف شي مبدا نصرو ولا نشوف شي غايه مهمه انا نمشيها ونوضحها للناس. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه اللي بغى يدير تجاره وبغى ينجح فيها خاصو يكون معقول. حنا كلشي عندنا في الحياه، الفلوس راه كدور، السلعه راه موجوده، عطى ربي الخيرات، عطى الله الخير، عطى الله كلشي كاين، لكن المعقول عمله نادره. علاش؟ لان المعقول في هذا الزمن هذا ولات اكراهات على الناس، فتيشوفوا الناس اللي معقولين ما غيوصلوا المعقول فين، هكا تيبان الانسان بعين مجرده، ولكن في الواقع هذاك اللي معقول وغيوصل ولو بعد حين، الا ما وصل اليوم يوشك ان يصل ان شاء الله، فقط يكون معقول. الا بغي نقول شي حاجه مثلا انا كندير املودلوز الرومي، بزاف الناس كيديروا الرومي وفاش كيجي الكليان كيسول واش ملوز كدير؟ تيحشم ولا تيخاف وتيقول لي البلدي، غير باش يبيع سلعه. انا جا عندي واحد السيد البارح قال لي من برا قال لي كناكل البلدي، قال لي اش ملوز هذا؟ قلت له دير الرومي اللي عندي ما كندير لوز بلدي انا، وقلت له علاش علاش علاش؟ وكان بغى ستادي الاملو ودا ستادي الاملو وانا صادق ما كذبتش عليه. علاش غنكذب عليه باش يدي؟ واش نقول الله بلا الله عز وجل؟ اش نقول انا العمال ديالي اللي كيشوفوني كنكذب حتى هما غيكذبوا عليا، الا شافوني كنفق الزبانه حتى هما اول ينفقني هو انا الموظفين. لذلك انا صريح، ها اش كاين في هذه اش كاين في هذه، بغيتيها ما بغيتيهاش راه كاين اللي غيبغيها. شي المحل الا حليتيه الا كتب لك الله رزق يحل لك المحل، حليتي المحل وكتبيعي فيه الحجر غيجي اللي ياخذو عندك.
الا توكلتي على الله عز وجل. كل حاجه عندها مالها، كل سلعه عندها مالها، كانت غاليه كانت رخيصه كانت متوسطه، فقط كن معقول كن صادق. هذه حجره من هذا الجبل، هذه حجره من هذا الجبل، غيجي واحد بغاها من داك الجبل وغياخذها يحطها في الكوان ديال الدار وغيشريها عندك. هذا اللي كاين.